بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عنت له وجوهنا وخشعت له أصواتنا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الروح. في هذه السهرة بإذن الله نتعمق في فهم وشرح آي القرآن الكريم، نستمتع بالأصوات الندية التالية للذكر الحكيم لنزداد خشوعا وفهما وتدبرا. نسمو بأذواقكم وأذواقنا من خلال الأصوات الندية الشجية الماتعة، كل ذلك في حديث الروح معنا في هذه السهرة. فمرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، باسمكم ورحب بضيوفي الأكارم الأساتذة الأفاضل فضيلة الأستاذ شيخنا أستاذ محندي دير مشنان. أهلا وسهلا بك أستاذنا الفاضل، مرحبا بكم. دكتور طه مرحبا بك، الله يسلمك. أهلا وسهلا، شرفتم هذه الجلسة الطيبة في برنامج حديث الروح. أكيد سنستفيد كثيرا وسنغرف من معين علمكم بإذن الله تعالى في هذه السهرة. شكرا جزيلا على حضوركم معنا. نرحب بالأستاذ بوزيد بن دريس الشاعر، جاءنا من صيف أيضا. أهلا وسهلا بك أستاذنا، مرحبا بكم. شكرا جزيلا، شكرا على قبولكم للدعوة وعلى حضوركم معنا أيضا. أرحب بالأستاذ المرافق لي في البرنامج أستاذ يوسف سلطاني، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أتشرف دائما بوجودي مع هؤلاء الوجوه الكريمة الطيبة، بارك الله فيكم. على شكرا دائماً. شكرا جزيلا لكم وعلى الجهود التي تبذل في سبيل إنجاح البرنامج مع فرقة سماع، مشكور على أدائها أيضا. نستقبل للسهرة الثانية معنا الأستاذ محمد فرج، أستاذ المنشد، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ دكتور طه، ومشكورين على كل حال على الفرصة الثانية إن شاء الله. مرحبا بكم، نتشرف أيضا بحضوركم معنا. بإذن الله مشاهدين الأعزاء ستقضون معنا أوقاتا ممتعة مفيدة في هذه السهرة. نستهل دائما حلقة أو سهرة حديث الروح بآيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم، نستمع إليها هذه المرة مع فضيلة الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه. ننصت إلى هذه الآية من سورة الأنبياء عن عدل الله تبارك وتعالى لننصت مشاهدينا الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الأعزاء، استمعنا وإياكم لهذه الآية الطيبة المباركة من كتاب الله العزيز، من الآية 47 من سورة الأنبياء. معكم فضيل الشيخ مشنان، نستمع ونستفيد أيضا في ظلال هذه الآية الكريمة. شكرا مرة أخرى للأستاذ دكتور طه، بارك الله فيكم على الاستضافة، وأنا أسعد بالحضور مع هذه الثلة الطيبة من الإخوة الأساتذة الأفاضل، وفي هذا البرنامج أيضا، هذا البرنامج الماتع الذي يسمو بالروح ويهذب الأذواق ويعطي هذه الحلة الترفيهية التكوينية الجميلة لكي نرقى بشخصية المواطن الجزائري والمواطن المشاهد عموما، وفي هذا قيمة مضافة لساحة الروح وساحة الأداء وساحة النفس. وجميل أن يستهل هذا البرنامج بهذه الآيات البينات من الذكر الحكيم التي تصور لنا مشهدا من مشاهد القيامة، وهذا المشهد هو مشهد وضع الموازين، وهذه الموازين الله عز وجل هو الذي وضعها وهو الذي يضعها وقتئذ. هذا الميزان أو هذه الموازين
على ما قاله المفسرون من أنها موازين حقيقية أو موازين مجازية، لا يمكننا أن نستطلع عالم الغيب لأنه غير قابل للمشاهدة والقياس والتجربة، ولكننا نؤمن بهذا الغيب لأن الذي أخبرنا به هو ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي كل الحالات ستنصب يوم القيامة موازين لتقيس أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يتناسب تماما مع آخر الآية التي تذكر بأنه حتى الحبة تاع الخردل فإن الله عز وجل يأتي بها، وكيف لا يأتي بها الله عز وجل وكفى به حسيبا. في عالم الآخرة سينتشر العدل المطلق، أو ستطبق قواعد العدل المطلق، وما ربك بظلام للعبيد. إذن فهناك عدالة مطلقة مطلقة مطلقة، لأن الذي يقيمها هو الله المطلق، هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يحابي أحدا ولكنه يرحم مخلوقاته جميعا. هو الحقيقة نعم الآية نقرأها في سياق اليوم الآخر، ولكن ينبغي أن نضع لها مرآة عاكسة لنقرأها في سياق الحياة الدنيا، لأنه الحقيقة أنه ليست الحياة الآخرة إلا انعكاسا لهذه الحياة الدنيا. الشيء الذي نفعله في الدنيا هو الشيء الذي نجده في الآخرة ومن ثم، فمن بسط في هذه الدنيا رحمة فسيجد في الآخرة رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا العالم المطلق الذي هو عالم الآخرة ينبغي أن نأخذ في حياتنا الدنيا، لأن هذه الموازين والقسط ويوم القيامة وحبة، هذه كلها أشياء لسنا نحن المكلفين بها، لأن الدار وقتئذ هي دار جزاء وليس دار عمل. إذن فوقتئذ الإنسان ليس له منفذ للعمل وليس له ميدان للعمل، ومفاصل العمل قد انقطعت عنه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى غير ذلك، ولكن انقطع العمل وقتئذ. إذن ما هو المقصود من هذا كله؟ المقصود من هذا كله كيف نقرأ من درس الآخرة درسا في الدنيا؟ ما هو هذا الدرس الذي نقرأه في الدنيا؟ هو درس إقامة موازين القسط في الدنيا. موازين القسط في الدنيا من الذي يقومها؟ نحن. وموازين القسط في الآخرة من الذي يقيمه؟ الله عز وجل. وبقدر ما نستحضر هذا الميزان في الدنيا بقدر ما تستقيم حياتنا الدنيوية. ولهذا قيل قديما بأن العدل أساس الملك، وبأنه بمقدار ما تتحكم المجتمعات من العدل في تصرفاتها بقدر ما تتحكم في موازين القوى في العالم. وعليه فإن هذه الآية التي تحدثنا عن عالم الآخرة هي الحقيقة تريد أن تعكس لنا عالم الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نقيم هذه الموازين. طيب، ربما الواحد يتصور الآن يقولك نقيم موازين العدل ويتجه مباشرة إلى القضايا الكبرى، إلى قضايا الدول والمنظمات العالمية الكبرى، وهذا طبعا مطلوب ومنشود، ولكن نقيم هذا العدل في أسرنا. وانتشار العدل في الأسر هو الذي من شأنه أن ينعكس بعد ذلك عدلا في المجتمع. ولهذا فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس كل الناس أن تحكموا بالعدل، لم يستصغر ولم يجعل شيئا بسيطا أن يقول
لذلك الرجل لوالد النعمان بن بشير يقول فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أولاد. لأنه أقل حاجة في الأولاد أنهم من الناس أقل شيء في الأولاد، إذا لم يكونوا شيئا فهم من الناس ولكنهم أقرب الناس، وإذا كانوا أقرب الناس فهم أولى الناس بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خيركم خيركم لأهله. إذن ثم ننتقل بعد ذلك إلى عدل على مستوى العلاقات الأسرية الأوسع، إلى عدل على مستوى الجوار، إلى عدل اقتصادي، إلى عدل اجتماعي، إلى عدل ثقافي، إلى عدل سياسي، إلى اعتدال في السلوك، بحيث الإنسان لا ينبغي أن يكون مفرطا ولا يكون مفرطا. وحينئذ فإن هذا العدل الذي سنرى حتما صورته في الآخرة مبسوطة من خلال موازين القسط التي سيقيمها الله عز وجل لنا أجمعين، وما من شخص إلا وسينال الشيء الذي قام به في هذه الدنيا، كلما حرص الإنسان على أن يبسط مظاهر العدل وقيمة العدل في هذه الحياة الدنيا، فإنه سيوضع يوم القيامة في كفة الميزان الذي سينجو به. وبقدر ما يفرط الإنسان في فضيلة العدل وقيمة العدل وتفاصيل العدل اليومية، فإن ذلك سينحى به إلى أن يكون في كفة الميزان الأخرى التي تهوي به إلى مكان سحيق. ولا يتخيلن الإنسان بأن هناك عدل كبير وهناك عدل صغير، هناك قضايا كبيرة وهناك قضايا صغيرة، لا، هناك عدل، هناك عدل. القضايا الكبرى في تحكمها قيمة العدل، والقضايا الصغرى تحكمها قيمة العدل، لأن القضايا الكبرى المتعلقة بالأمم والعلاقات الدولية، نعم، هي يتأثر بها الناس جميعا، ولكن ذلك المواطن البسيط، ذلك الطفل الصغير، ذلك الحيوان كذا، تلك النبتة هنا أو هنالك التي لم تقم معها موازين القسط، هي تتأثر أيضا. ولهذا فمهما كانت حبة العدل هذا صغيرة، فينبغي أن تزرعها، وينبغي أن ترعاها، وينبغي أن تتفقدها، من أجل أن تصير تلك الحبة من الخردل بعد ذلك شجرة مثمرة تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. جميل جدا، بارك الله فيك. وكل كبير كان صغيرا يوما ما فكبر بعد ذلك. وكما ذكرتم أيضا كلامكم الجميل والرائع أيضا في تفسيري أو في الشرح معاني هذه الآية الكريمة، بأن مهما كان الشيء أو يعني من نطالبه بالعدل مهما كان كبيرا كمسؤول أو أي شيء كما ذكرتم الدول، كان يوما ما صغيرا في أسرة بين أبوين ثم كبر بعد ذلك إلى أن يصير مسؤول، وكلنا مكلفون بهذا الأمر. شكرا جزيلا، أحسن الله إليكم، جزاك الله خير أستاذنا الفاضل. ننصت مرة ثانية للآية من تجويدا لفضيلة الشيخ محمود علي البنا، لنستمع إلى تحليل الأستاذ يوسف بعد ذلك نغميا طبعا، لننصت إلى الآية. بسم الله
عن هذه الآيات عن التحليل النغمي يحدثنا الأستاذ يوسف. مشكورا، تفضل الأستاذ يوسف. أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طبعا الشيخ والقارئ أو المقرئ محمود علي البنا من كبار القراء في العالم الإسلامي، له تسجيلات عدة في الإذاعات العربية المختلفة. استمعنا إلى آية مقتطفة من تسجيل من إحدى التسجيلات الإذاعية، استمعنا إليه مرتلا ومجودا، قرأ في أول ما قرأ في ترتيله من نغمة البياتي، إذ لمسنا في تلاوته التؤدى طمأنينة وذلك التوازن. وفي قراءته المجودة أيضا في البداية يعني لفت الانتباه أن قرأ الآية الكريمة التي ونضع الموازين، قرأها بدرجة صوتية واحدة تعبيرا أو تصويرا للعدل والميزان في تلاوته بمرتبة التحقيق، وهو من رواد المدرسة التصويرية أو المدرسة التي تعنى بالمعنى قبل النغم، فهو يوظف النغم في خدمة المعنى. رحم الله شيخنا ومقرئنا محمود علي البنا. ما شاء الله، بارك الله فيك أستاذنا الفاضل. أستاذ يوسف، على ذكر هذه النقطة يعني وقد ذكرتم شيئا مهما جدا، قضية أنه أحيانا أو في كثير من الأحيان المقرئ خاصة هؤلاء الكبار الذين رتلوا وجودوا القرآن الكريم يراعون اختيار هذه الطبقات والمقامات مع بعض المعاني، معاني القرآن الكريم. هل نلمس هذا في جميع القراء اليوم؟ في الحقيقة في البداية يجب أن نعرف أن التلاوة هي مدارس، فكل مدرسة تعتني بمفهوم أو بقيمة فنية معينة، وهذه القيمة الفنية يجب أن يكون لها يعني قيمة لها علاقة بالجانب الشرعي، فكون أنه الذي يقرأ القرآن الكريم فهو يقرأ كلام الله عز وجل، ويجب أن يخدم كلام الله عز وجل بصوته وبالنغم الذي يتلوه به. فالمدارس هي ثلاث مدارس كبرى: المدرسة الترتيلية التي تعنى بتلاوة القرآن الكريم بأحكام الترتيل، وهذه المدرسة هي الشائعة إن صح التعبير والتي يقدر عليها عامة الناس. ثم تأتي في درجة أعلى منها المدرسة التعبيرية التي تختار أو يختار قراؤها النغمة خدمة للمعاني العامة للآيات الكريمة، كان يختار نغمة معينة حتى يعبر بها تعبيرا عاما وشاملا. لكن تأتي في درجة أعلى المدرسة التصويرية التي تعنى بتلاوة القرآن الكريم وبمعانيه كلمة كلمة، أو ربما الكلمة المفتاح في الآية، فيعطي لها نغما يميزها عن غيرها حتى يترسخ المعنى في ذهن السامع بما نسميه التفسير النغمي. فبالتالي نجد أن هذا القارئ حتى الذي لا يحسن أو لا يتقن اللغة العربية يستطيع فهم معاني الآيات، وعلى الأقل يصله المعنى أو روح المعنى تاع الآية يصله من خلال النغم. طبعا وهذا يحببنا في تلاوة القرآن الكريم، يحببنا في القرآن الكريم في حد ذاته، ويجعلنا يعني نخص كلام الله عز وجل بهذه القدسية وبهذا الفن في التلاوة بهذا الجمال. نعم، جميل جدا، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات مهمة جدا. فضيلة الشيخ مشنان، هل تستمعون إلى أو تتأثرون بقارئ أو مقرئ معين، أم أن المقرئون كلهم خاصة القدامى يعني أمثال الشيخ المنشاوي، أمثال الشيخ عبد الباسط؟ فعلا يعني القراء كما تفضل الأستاذ يوسف هم درجات حق الله. هناك قراء يعتبرون في حد ذاتهم مدارس، وهناك قراء ربما هم يتطورون وهم ينضجون وهم يسيرون على طريق هؤلاء الكبار من القراء. ولكن فعلا يعني حينما يستمع الإنسان إلى الأستاذ محمد صديق المنشاوي رحمه الله فتشعر بأنه هكذا شعور داخلي ربما يتقاسم معي الكثير من الناس، تشعر بأن صوته خلق للقرآن، سبحان الله، كأن صوته خلق فقط لإقراء القرآن الكريم، وطبعا ويهزك ويأخذك معه. وحقيقة يعني لما تسمع مثلا إلى الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، يعني فعلا يعني وأنا أكثر قارئ يعني حقيقة هو الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى، وحقيقة نبرة صوته، سمته وهو يقرأ
يعني حقيقة تشعر بأن إماما من الأئمة الكبار يقرأ القرآن الكريم. طبعا لا يمكن أن تذكر قراءة القرآن الكريم دون أن يذكر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، الذي أضاف للمقامات القرآنية إضافات كثيرة، ولكن الحمد لله الآن فيه قراء كثر وفيه شباب وفيه ناس يتقنون، وحقيقة يعني ناس أيضا يوظفون من اللي اسمها التفسير النغمي أو القراءة التفسيرية، كأنها قراءة تفسيرية، وهو يقرأ القرآن الكريم حينما يمر بآية نعيم طريقة أدائها تختلف في نبرتها عن آيات التي فيها التهديد والعذاب والوعد والوعيد إلى غير ذلك، ولكن الآيات اللي فيها الأحكام فقهية مقررة طبعا يقرؤونها بشكل آخر، والآيات اللي فيها العبر والقصص تقرأ بشكل آخر حينما تسمع كلام، يعني الله عز وجل يتحدث، هو يتكلم، ولكن حينما يتكلم الله عز وجل على لسان الآخرين يتكلم، فتشعر فعلا أن هذا الشخص يفهم القرآن جيدا ويؤديه أداء جميلا جدا، ويجعل تلك القراءة خادمة للمعاني وخادمة لروح القرآن بارك الكريم. الله فيك، إضافة مهمة جدا وقيمة أستاذنا الفاضل، وهذا يعني هذه الأصوات الجميلة مما تزيدنا من الفهم والاقتراب أكثر من المعاني، معاني القرآن الكريم. أستاذ لو تسمح، تفضل. أنا أرى يعني لو تشاطروني الرأي، أنه كلما تقدمت التقنية، كلما تقدمت التكنولوجيا، كلما فقدنا أشياء كثيرة، فهذا التسهيل المبالغ فيه يجعل منا جميعا وحتى يعني في المجتمع بصفة عامة أننا لا يعني لا نحض على في طلب يعني أشياء كثيرة، يعني العلم وتلاوة القرآن وحفظه. وعلى ذكر ما قاله الأستاذ شيخنا الفاضل، صوته خلق للقرآن، فنحن جميعا نميز يعني بفطرتنا السليمة الصوت القرآني من غيره. هناك أصوات قرآنية فعلا ربي سبحانه وتعالى خلق أصواتهم يعني حتى تحمل القرآن الكريم وتسمعه للناس، لكن هناك أصوات حتى وهي تقرأ القرآن الكريم لا أدري ما السر في ذلك، هو أمر ربما يعني سر خفي عند الله عز وجل. فمن بين الأسباب التي أراها كذلك في المقرئين القدامى أنهم كانوا يتعهدون القرآن منذ الصغر، يهتمون به صباحا مساء، ويرجون التوفيق من الله عز وجل أيضا، ويأخذون بالأسباب بدون كلل أو ملل، ولا يجعلون هدفهم فقط المسابقات يعني هذه المادية، بل تنافس لإرضاء الله عز وجل. بعدما ظهر المذياع والميكروفون والتسجيلات، كان هؤلاء يتنافسون ويتسابقون في تسجيل أصواتهم لإرضاء الله عز وجل، وأن يتركوا صدقة جارية. جميل. فربما هذه الأشياء التي تنقص نوعا ما اليوم، لا أقول غير موجودة لكنها تنقص. شكرا جزيلا. نعم. بارك الله فيك. طوبى لمن خلق له أو وهبه الله صوتا جميلا ووظفه في سبيل الخير ونفع الغير. أستاذ محمد، من الأصوات الجميلة نستمع معكم إلى وصلات فنية في هذه السهرة، ما الذي سيؤديه أستاذ محمد مع برفقة المجموعة في أول وصلة؟ نعم، شكرا أستاذ طه. ستكون لي إن شاء الله وصلة أنشادية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، بعنوان في حلة حمراء. من ليل متن في حلة حمراء في حلة حمراء أحسن من رسول الله أحسن من رسول الله
مكملا في أوصافه، كاملا في ذاته، مكملا في الله قبله ولا بعده مثله في الأنام. أبيض اللون مشربا بالحمرة، وجناته مروية، مشربا بالحمرة وجناته مروية، أسود الشعر عظيم اللحية شديد الهيبة معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، ووجهه كأنه البدر ليلة التمام، قمري الجبين، قمري الجبين، عواجبه هلالية كحيل الطرف، أهدب العينين، وجميل الابتسام، خير البارية نظرة إلي، خير البارية نظرة إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا كنز عطية، ما أنت إلا كنز عطية، ما أنت إلا
شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل أستاذ محمد المنشد والفنان على هذا الأداء المتميز واختياركم أيضا لهذه الوصلة الجميلة إلى الكلام الجميل ما دمنا مع الجمال والإحساس الراقي أستاذ بوزيد بن دريس ضيفنا الشاعر في هذه السهرة. مجال كتابتكم للشعر سيدنا الفاضل، هل تتخصصون في كتابة مجال معين أم أن لكم في كل في مختلف المجالات قصائد تنظمونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين وبعد. الحقيقة المجال الذي أكتب فيه غير محدد، هناك مجالات عدة، و طالما أن كتاباتي يعني أنا من شعراء الذين أعدهم يعني من الشعراء المقلين يعني قليل الشعر، حتى وإن كان لي فيه باع طويل يعني بداياتي كانت من أكثر من 30 سنة، لكنني أكتب تقريبا القليل جدا، وفي الأخير يعني تحولت إلى تجارب الشعرية الروحية وخاصة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ما سر هذه القلة؟ يعني هل هو الوقت، هل هو الظروف، هل هي ربما يعني ممكن الوقت ربما، لأن الكتابة في فترة معينة لما كانت فترة الدراسة أو في فترة الفترة الأولى من الشباب كان هناك وقت يعني تفرغ يمكنك من قرض الشعر ونظمه، لكن بعد هذا ظروف يعني ربما العمل والعائلة وأشياء أخرى. نعم نعم. وربما الكتابات الأولى كانت يعني أغزر من ناحية نعم. في السنوات الأخيرة أصبحت الكتابات يعني القليلة، ولكنها يعني أنا لا أقول عن نفسي، وإنما من سمع يقول أنها نوعية يعني. نعم. أنا يعني أفضل أن أكتب قصيدة أو قصيدتين في سنة خير من أكتب ديوانا ولكن يعني يكون في مستوى متواضع. نعم ما شاء الله. نستمع إلى قصيدة مما تكتبون أستاذ الفاضل، اختر ما تشاء من القصائد. يعني في البداية وبما أن موضوعنا موضوع العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، هذه مقطوعة وهي آخر ما كتبت، مقطوعة زهدية عنونتها بمناجات. مقر بذنبي عند بابك واقف، مقر بذنبي عند بابك واقف، وأنت بحالي يا مهيمن عارف، فقير إلى إحسانك الفر، مؤمن بغفرانك المودي بما هو سالف، بسطت يدي أشكو ذنوبي وحوبتي، وكل الذي بالأمس كنت أقارف، وأرصف في قيد الخطايا تقودني إلى الغي نفس جامح وسفاسف، إلى أن دعاني هاتف الرشد والهدى، وأكرم بمن للرشد يدعوه هاتف، فزحت إلى رحماك أرجو نوالها، ضراعة من يدعوك والدمع واكف، وإن رجائي محوك الذنب واسع، وحلمك ظل حين ألقاه وارف. هذه المقطوعة. ما شاء الله، شكرا جزيلا لكم على هذا القصيدة، رائعة جدا.
نعم تفضل. أظن لديكم أنا كما قلت يعني في تجاربي شعرية روحية كانت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، لكن مدحه هو شرف للمادح ووسام لشعره، ولله در القائل: فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. قصيدة آخر قصيدة كتبت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عنونتها: من مثل أحمد؟ كيف السبيل إلى امتداح المصطفى؟ واللفظ قصر عن مقامه وانكفى خجلا، وأسلمت المعاني حكمها للعجز يطرق بابه متأسفا. ما لي سوى فكر أشيم وميضها، لكنها تخبو كبرق أخلفا. ماذا عساني أن أقول وقد جرى قلم الأوائل بالبديع وما شفا؟ شقت به لجج البيان فما وعى من فضله إلا اليسير المجحفا. لم يوفه حقا خطيب مصقع أو عالم ما قال فيه وألفا، أو شاعر بقر القوافي لبها فاسترسلت من فيه درا مرهفا. ماذا عساني أن أقول؟ وكلما آنست معنا للثناء تخلفا. درر البيان عن البديع مديح كليلة، فاربأ بنفسك أن تزل وتهرفا. نبأ عظيم فصلت آياته، ما كان وهما أو حديثا مرجفا. ولد الذي وأدى الكهانة نوره، وجلى ضياؤه ما طغى وتطرفا. ضاءت فجاج الأرض لما بشرت بقدومه الدنيا ابتهاجا واحتفا. فالأرض جذلا والسماء بشائر، والكون من طرب لحاله مقتفا. ومواكب الملأ الملائك بهجة، ورضا تسبح ربها المتلطفا. جبريل يقدمها وكله لهفة بلقاء من بالوحي صحبته اصطفا. وخبت له نار المجوس ولم تكن يوما لتخبو أو يكون لها انطفا. من غابر الأحقاب عظم شأنها، يقفون منها رغبة وتزلفا. وتشاءم الإيوان من شرفاته حين استوت دكا ورجم موقفا. والروم من شغب السياسة زاحمت سفهاؤها، ما كان قيصر خلفا. فعقائد شتى يؤلف بينها سيف إذا حمي الوطيس وأسرفا. والعرب من غبش الضلالة والهوى صنم على صنم تراهم عكفا. شرك يوجه بينهم أجناده متنمرا بلهى الفتى المتحنفا. من مثل أحمد في جليل خصاله وفعاله؟ والله ربك شرفا. زكاه ربه في مواضع جمة، في محكم التنزيل بين عرفا. زكى اللسان فليس ينطق عن هوى، وكذا الفؤاد فصادق ما أخلفا. والصدر زكى شارحا فإذا الدنا تقتات منه رحمة وتعطفا. زكاه كله فهو تبر خالص، أو بعد هذا شانئ له قد جفا. شهدت له آي الكتاب ومن له شهد الكتاب، فمن نظار ألفا. لا يبلغ الكلم الموشى فضه ما رام وصفا شاردا وتكلفا. هو سيد الثقلين ليس كمثله بشر،
شهادة وامق به قد صفى يرجو شفاعته بيوم شأنه لا مال ينفع لن ترى لك مسعفا أخلاقه مثل النسيم إذا سرى بردا سلاما بل أرقى وألطفا جهلت قريش حين رام صلاحها وأخو السفاهة إن تعظه تعجرفا فعفى وأصلح ثم أمن قادرا وتراه أسعد ما تراه إذا عفا يستجلب الجد السعيد بذكره فإذا الصلاة عليه فتح قد كفى صلى عليه الله ما عاف الهدى عبد تبتل ناسكا وتعففا. ما شاء الله، شكرا جزيلا لكم سيدنا الفاضل سيد فوزيل، حق لكم أن تحكموا على تميز هذه القصيدة، وحق لكم أيضا أن تكونوا ممن هم قليلا ما يكتبون الشعر كما ذكرتم مرة أو مرتين في السنة. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذا الإحساس الراقي وعلى هذه القصيدة الرائعة. سيد يوسف، نبقى في هذا المستوى لنستمع إلى وصلة جميلة، ما تختارها وما الذي تختاره لنا في هذه السهرة؟ تفضل الميكروفون. اخترت نشيدا للمنشد محمد مندي السرميني أبو الجود. طبعا موضوعنا اليوم في هذه السهرة موضوع العدل الإلهي، عدل الله عز وجل. بين يدي قصيدة للشيخ محمد مندي السرميني التي لحنها وأنشدها إلهنا ما أعدلك، وهذه القصيدة تنسب للشاعر أبي نواس. قبل ذلك أود أن أعطي مقتطف بسيط عن سيرة الشيخ محمد مندي السرميني أبو الجود. هو من مواليد حلب عام 1953، وكان بدايته في الإنشاد عام 1969 تقريبا. سجل 7 أشرطة منذ سنة 1975 إلى غاية سنة 1979، وهي الأشهر على الإطلاق 7 أشرطة التي عرف بها هو وفرقته. هذه الأشرطة تضمنها ديوان نشيدنا الذي طبع ووزع في العالم الإسلامي، وبه تأثر ربما جل المنشدين طبعا المتواجدين الحديثين المتواجدين في العالم الإسلامي كله، وله عدة دواوين شعرية لعل أهمها سل أيامي من الأعماق بورق أمل وأخرها إليك اعتذاري. وقد عاد إلى الإنشاد بعد منتصف التسعينيات إلى غاية اليوم، وهو حاليا مقيم في حلب دائما. إذا نستمع إلى نشيده إلهنا ما أعدلك.
لك مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. لبيك إن الحمد لك لبيك قد لبيت لك. والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك. والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك. على مجاري المنسلك ما خاب عبد أملك. على مجاري المنسلك ما خاب عبد أنت له حيث سلك. لولاك يا ربي هلك. أنت له حيث سلك. لولاك يا ربي هلك. لولاك يا لبيك إن الحمد لك. لبيك إن العز لك. لبيك إن الحمد لك. لبيك إن الحمد لك. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. إلهنا لبيك إن الحمد لك. لبيك قل
شكرا جزيلا لكم وللفرقة أيضا على الأداء وعلى الإتقان في الأداء. أيضا إلى شيخنا الفاضل شيخ حسنان نعود إليكم دائما في هذه الإضاءات والإشراقات التي تضفي على الآية التي تحدثنا عنها في مستهل هذه هذا البرنامج عن عدل الله تبارك وتعالى. وتحدث شيخنا عن مظاهر عدل الله تبارك وتعالى بين عباده. نعم نعم، حقيقة أن عدل الله عز وجل مطلق في الدنيا ومطلق في الآخرة، وعدل الله عز وجل يتماشى مع حكمته سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل مع مخلوقاته جميعا وليس فقط عادلا ولكنه متفضل يعني، فالله عز وجل يتجلى علينا بتجليات العدل ولكنه أيضا يتجلى علينا بتجليات الفضل. فالله عز وجل عدله يتمثل في ماذا أصلا؟ يتمثل في أنه المالك المطلق، فالله إذا تصرف في ملكه فأي تصرف فهو في ملكه، وما دائما يتصرف في ملكه وفي خلقه فهو فأي تصرف يفعله الله عز وجل فيسمى فيه عادلا. ولكن لما قضى الله عز وجل على ذاته العلية قال وما ربك بظلام للعبيد، فإن هذا من فضله سبحانه وتعالى. لو فرضنا أن الله عز وجل خلقنا ثم نحسن طيلة حياتنا ثم يشاء الله عز وجل أن يعذبنا فهو عادل لأنه يتصرف في ملكه. لو أن شخصا ما العكس فعل الإساءات ثم أكرمه فهو أيضا عادل، ولكن حينما قضى الله عز وجل بأنه يجازي المحسنين إحسانا وأنه يقابل المسيئين بما يتناسب مع إساءتهم فإن هذا عدل منه، ولكنه في الحقيقة بمحض فضله سبحانه وتعالى. ولهذا ونحن نقرأ صغارا في منظومة الجوهرة التي نظمها الإمام اللقاني في التوحيد قال فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذبنا فبمحض العدل. ولهذا فإن حينما خلق الله الإنسان في أحسن تقويم فهذا فضل من الله عز وجل وعدل، وحينما سخر لنا كل ما في هذا الكون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهو من فضل الله عز وجل. والحقيقة أن الله لم يخلق لنا فقط ما في الأرض ولكن سخر لنا هذا الكون كله، لأن الحياة في الأرض لا يمكن أن تستقيم إلا في منظومة هذا الكون، فهناك جاذبية الشمس وجاذبية القمر وجاذبية الكواكب وهذه القوانين الفضائية وهذه القوانين الفيزيائية المختلفة التي تحكم العيش في هذه الأرض. إذن فقد سخر لنا كل هذه الأشياء، إذن فهذا كله عدل من الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث عن عدل الله عز وجل لا يمكن أن ينقضي كما لا يمكن أن تنقضي كلمات الله سبحانه وتعالى، ولكن كلما تحدثنا عن صفة من صفات الله عز وجل كما جاء في الأثر تخلقوا بأخلاق الله على كما ذكرت الراحمون يرحمهم الرحمن، حينما نتحدث عن عدل الله عز وجل ينبغي أن نستلهم كيف نمارس نحن العدل في أنفسنا، والناظر لعالم الناس اليوم يستشعر فعلا أن البشرية اليوم تحتاج إلى من يأخذ بيدها لكي تستحضر معاني العدل في ضمائر الإنسانية جميعا.
لأنه حينما نجد عالم الناس اليوم فتجد أشخاصا قليلين جدا يمتلكون معظم ثروة العالم، بينما معظم البشر يعيشون في أدنى درجات الفقر. حينما نجد أمما من أجل أن تبقى هي فلا يهمها أن تدوس على أقدار الأمم، أن تدوس على مصالح الشعوب، أن تهين كل مظاهر الكرامة الإنسانية. طيب، هذا الضمير الإنساني الذي يخفت نور وصوت العدل في قلبه ينبغي أن نرجعه إلى هذا الأفق الكبير الذي هو عدل الله عز وجل معنا، من أجل أن نستحضر عدل الله عز وجل بين أنفسنا. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعدل الناس يعني على الإطلاق في الناس، يقول الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه، يمكن أن نستحضر منه أن أحب الناس إلى الله هم أيضا أعدلهم مع خلقه، هم أخدم الناس لخلقه. إذن فهذه كلها مظاهر ينبغي أن نستحضرها وأن نتمثلها وأن نؤسس لها وأن نفكر لها وأن نضع لها البرامج. لأنه الآن الحديث عن العدل كقيمة جميل جدا، يمكن أن نكتب فيه القصائد الجميلة شعاع رائنا، ويمكن أن يلحن لها لنا يعني الملحنون والمنشدون، وتستمتع بها الأذان. ولكن جميل أيضا أن يصير ذلك، أن يصير هذا العدل برنامجا عمليا يبث في الأسر، يبث في المدرسة، يبث في المصنع، ينفذ في المحكمة، يصل إلى دواليب الحكم والإدارة والسياسة. ويمكن أيضا أن يقاس هذا العدل، أن يقاس، لأنه الآن كيف نعرف أن الشخص فيه عادل وليس عادل؟ هناك مقاييس اللي هي القوانين، اللي هي التشريعات التي تبين مدى التزام الناس بالعدل ومدى انحرافه عن العدل، كي نعيد ما يمكن أن نسميه ببرمجة العدل في حياتنا، لكي ننظم أيضا برنامجا لاستقامة حياتنا كلها في الدنيا. وما من شك أن انتشار العدل في الحياة الدنيا مع ما يخدمه من القيم الأخلاقية والعقيدية الأخرى هو الذي سينعكس بعد ذلك عدلا واستقامة ونجاحا وفلاحا في عالم القيامة كذلك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا وفتح الله عليكم أستاذنا الفاضل وشيخنا على هذه الدرع الغالية التي ننتفع بها جميعا. لعلنا نستمع ونستمتع أيضا بوصلة مع الأستاذ محمد فرج. نعم. ما الذي تختاره؟ نعم، ستكون إن شاء الله مرة أخرى في مدح معلم الناس الخير ومعلم الناس العدل. نعم. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في وصلة بعنوان وحديقة الفرقان. وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شدية غناء، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا، سيد ضحكه التبسم والمشي
مشوا الهوينا ونومه الإغفاء ستر الحسن منه بالحسن فأعجب من جمال له الجمال لقاء ليته خصني برؤية وجه زل عن كل من رآه الشقاء برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء ومن المديح تضرع ودعاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله حبيب رسول الله تذللت في البلدان حين سبيتني وبثوب أوجاعي الهوى أتقلب فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبان بهواك يعذب كعصفورة بكفي طفل يضمها تذوق سياه الموت والطفل يلعب كان الطفل ذو عقل يحنو لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيهرب لا إله
إلا الله، لا إله إلا الله، هو الحبيب رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو الحبيب رسول الله. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد على هذه الوصلة الجميلة. أستاذنا الفاضل أستاذ بوزيد بن دريس، نستمع إلى قصيدة مما تكتبون. أيضا استمعنا إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم شعرا، واستمعنا إليه إنشادا جميلا. لو نستمع إلى قصيدة أخرى، اختر ما تشاء مما كتبتم أستاذ، ولو كانت كتابة قديمة يعني. قديمة يعني ربما مقاطع. نعم تجارب روحية قديمة أيضا. نعم هي عندي قصيدة قديمة نظمتها في المرحلة الثانوية. جيد. قصيدة زهدية أيضا. تبصر على ينجيك اعتبار، فما في الموت للمرء اختيار، ونقل طرف عينك في وجود له من حكمة الباري أثار. سطور الكائنات لنا عظات، تحدثنا بذاك ولا حوار. فما الدنيا سوى جسر عليه نمر لمنزل فيه القرار. فإما جنة والخلد فيها، وإما شقوة والورد نار. هب الدنيا بلادا أنت فيها غريب، والعباد بها تجار. فكل يجتني والكل يسعى، ويتبعهم فلاح أو خسار. هذا مقطع قديم يعني من قصيدة. ما شاء الله، قليلا ما يكون الإنسان راضيا على كتابة كتبها منذ سنوات قديمة، فما بالك في الصغر. يعني ما شاء الله على يعني هذا المستوى منذ يعني سنوات ماضية. جميل جدا يعني هذا التميز في مجال الشعر. لديكم ديوان كتاب يعني جمعتم ديوان فيه؟ يعني طبيعة في سنة 1910 عن جمعية النبراس الثقافية. 2010 عنونته بجراح وأقاح. يعني هي تعبير عن معاناة وأمل، هي ألم وأمل أو شوك وورد. جراح وأقاح، الأقاح من الأقحوان. أيضا هي قصائد. قصيدة أخيرة هي قصيدة رمزية تتحدث عن وضع الأمة العربية، الحالة التي نعيشها. رمزية رمزت لها بليلى، ربما لأن كلمة ليلى هذه موجودة في الشعر العربي بكثرة. فعنونت القصيدة باعتذار إلى ليلى العربية. قصيدة تبدو كأنها غزلية ولكنها رمزية، يعني تغزل بالحالة بالأمة العربية. وتحدث عن حالها الراهن. قصيدة قلت عنونتها باعتذار لليلى العربية. و إن شاء الله لعل تأتي فرصة ونستمع إلى إن شاء الله هذه القصيدة الله كاملة. لا. شكرا جزيلا لأستاذنا، بارك الله فيك. لما يتبقى من وقتنا الكثير، صوت محمد جميل جدا. لو يعني الميكروفون هكذا ابتداء دون الفرقة ودون نعم ودون ميزان أو إيقاع. نعم تفضل اختر ما تشاء. نعم يسعدني ذلك أستاذ طاهر. يا خير من عرف الورى في حسنه، لمكارم الأخلاق خير متمم. يا خير من عرف الورى في حسنه، لمكارم الأخلاق خير متمم. صبر وعلم عزة ودواء، يقري الضيوف وللأرحام ذي وصلي. عون الضعيف ملاذ أصحاب،
بالأسى والمستجير وللأيتام خير وفي خلق عظيم ذاك ما استعلى به خلق عظيم ذاك ما استعلى به بالبر والعطف والإحسان والكرم هبة الإله وأنت رحمته إلى كل العوالم هل في ذاك من ريب صلوا السلام. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على هذه أو على هذا الأداء الجميل والمتألق أيضا أمتعتنا بهذه بهذا الابتهال. شكرا جزيلا لكم أستاذ يوسف. شكرا جزيلا لكم وللفرقة فرقة سماع على أدائها. شكر موصول إليكم أستاذنا الفاضل أستاذ بوزيد بن دريس أستاذ الشاعر. إن شاء الله يكون لنا فرص ونلتقي بكم في قصائد أخرى ونذكر هذه القصيدة عن حال الأمة العربية لعل تأتي فرصة ونستمع إليها بإذن الله تعالى وتكون حالها أحسن. يعني لعلك تلغي هذه القصيدة إلى قصيدة أخرى وتمدح فيها حال الأمة العربية. أستاذنا وشيخنا العزيز أستاذ مهندي دير مشتان شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا وعلى كل ما أفدتنا به في هذه السهرة. مشاهدين الأعزاء لكم منا جزيلا الشكر على متابعتكم وعلى وفائكم معنا. ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروحي سار هماك وفرار بطيب الكلام دعونا المجيب مدحنا الحبيب عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى السلام.